نحو هذه نحية تربية. السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بضيوف الكرام، عاودنا في شنكو عنا التيم، حضور تاعهم شرفنا بزاف، وهذا امر يحفزنا باش نزيدو نمسكو علاقات في الاطار ان شاء الله، ونباركو بالوجود الجديد تاع بارتنيرشيب هنايا نقول تاع بلاد الحبيبة ديالنا الجزائر اللي راح يمثلها هنا كريم حمودي والجماعة تاعو والفريق تاعو إن شاء الله، وهذا كمبادرة أولى اللي راح تسمح بالك في أعمال اللي راح تكون منسجمة بين الفريقين هنا بين الفريق التونسي على رأس أيمن وفريقنا كريم إن شاء الله، وحنا رانا هنا باش ندعموا هذه المبادرة ونشجعوا هذه الأمور باش تصرى معاهم. قلنا كريم صافي مدة طويلة وأن نحاولوا نقربوا العلاقات بين الشعب التونسي والشعب الجزائري بالسبور. في الأخر تونس الجزائر معناها ما شاء الله كما تعرف الناس كل شعب واحد. أشقاء والله. قلنا بوركوا با أون إيكيب في شي بلانيت في الجزائر. بيع تحت رعاية الجمعية الوطنية للصيد الترفيهي الرياضي الاسم ديجا سابق معناها حتى كي باش يدخل معناها اسمه سابق علاش باش تجيب حاجة جديدة باش تحاول تطور فيها اسم سابق ما شاء الله كريم زاد جا لعب في تونس جو كيف كيف كوكي جاو لعبوا بحذانا في التروفي تاع فيشين بلانيت وشافوا شنيا لومبيونس معناتها جو العب حكينا فيك كريم صافي برشا عارفين ولا قداك عايش وانا باش نعمل تروفي في الجزائر هذا كيما نقولوا كانت حلمه كانت كلمه وبرا فهمت اللي وصلنا ما شاء الله توا شلت عامل بالوراق فهمت وانه يكون فما ان تروفي انترناسيونال في الجزائر بوركوا با في العام وفما ايديسيون في تونس وايديسيون في الجزائر كيما احنا في تونس كي بدينا راهو بدينا عادي معناها اون سامبل ايكيب قررنا نعمل تروفي عملنا تروفي ناسيونال العام الاولاني كانوا توانسه العام الثاني جاء وقت سي محمد العبد ومنصف امين العام الثالث كانوا فما كان فما اسبانيا مقدونيا جزائر شويه بشويه عام اللي بعده بحاولوا الله يزيدوا يتقدموا هكا كيف زاد حكيت مع الكلوب كامل معناتها احنا الكلوب نتاعنا راهو ما شاء الله في تونس زاد نومبر محترم هنا ترونتين قعدت معاهم وحكينا معاهم يسون تو سوكورون اللي احنا جايين لهنا اون كونفونسيون نفس الشيء حتى الامارك اللي احنا في تونس ولي ريبريزونت خاطر اون طونكو بروستاف في بالهم الا في شي بلانيت تكون موجوده في الجزائر هذه حاجه لا كي تكون في صالح الناس الكل باش تكون فما التبادل معلومات يحبوا يجوا يلعبوا في الجزائر نفس الشيء زاد نصور انتم ماذا بيكم تلعبوا في تونس يعني باش تحلوا امور كما نقولوا احنا في امور قبراس وبراق والامور هذه الكل معناها حتى التونسي كي يجي داخل باش يلعب هنا راه سيتانا تلات يعني جاي يمثل في بلاد وفي بلد اخر كل الامور مسهله طب نفس الشيء الجزائريين احنا هنا قاعدين نعملوا باللي موايان دو بور معناها نفس الحاجه ان نوفروا استدعاء انفيتاسيون كيما انتم كي جبتوا تونس وفروا نوفروا انفيتاسيون هكا باش في الايروبور ديريكتومون تخرج وكذا دونك اون سي دافونسي خاطر الشيء هذا يبدا من هنا معناها الطاولة هذه يبدا كل شيء. والسبور نتاعنا هذايا راه ما نهضروش عليه احنا ما يهضر عليه حتى حد. في أي بلاد في العالم راه السبور يخطاوه لي زاتليت نتاعو ما يقدمش. سافونس كوم سا تبدا هي من لا شيء نصنعوا شيء. اون إيساي نحاولوا نقدموا اللي عندنا كلنا خاطر نعملوا حاجة في الأخر نحبوا فيه هذا غرامنا. احنا ما جيناش نلعبوا في الفوتبول قلنا برا نعملوا مصيد باش نعملوا الشيء هذا. احنا غرامنا هذايا من الصغر نصطاد. ان شاء الله ربي يقدرنا ويكبر السبور هذايا معناها سواء في الجزائر ولا في تونس ماذا بينا احنا اليوم راهو 100 غدا راهو 200 هكاك خاطر نحبوه السبور هذا نحبوه غرام هذاك غرام نعيشوا مصيد نفسه مصيد نربطوا مصيد هذاك هو تاكل الحوت هذيك تستغرب فوالا ما ناكلوش الحوت ما مغرومين فهمت هذه كلمه سي كريم السلام عليكم السلام
بعد كاع واش هضرنا واش درنا واش تشاورنا انا وياك صافي عندها مده وحنا نديو في الشيء هذا. ما بداني كذا انا ثاني شاورت ليكيب تاعي درنا ليكيب وشاورتهم وكاين زوج راهم قايبين هذو ما شاء الله ما قدروش يجوا للدور تاعهم والحمد لله خرجنا بنتيجة. وقبل ما جيتو نتوما انا كنت هضرت مع الجمعية الوطنية هضرت معهم ودرت معهم جلسة وقعدنا وتشاورنا على كل حاجة وقلت لهم كاع يعني مقارنين اللي عندنا وحنا هذي المهم هما زادوا لي شغل زادوا داروا زادوا طبعونا قدام وان شاء الله نكونوا في المستوى وان شاء الله ننجحوا توجور افوار لومبيسيون وتوجور افوار انبيت في حياتك باش تحقق عليه وان شاء الله ربي يوفقكم ويوفقوا ايمن سي تانون بور دافوار دي جون كون فو ناس اللي عندها لا فرونتي ناس اللي عندها هادشي وبارك باب الناس هو اللي زاطير تاعكم والى الجماعه تاعنا هذا كاع عمل مشترك ماهوش عمل فردي ولا من كنا نكونوش مشتركين ما نقدروا نديروا يعطيكم الصحة على الاستضافة الساعة هذه حاجة ما نجموش نذكروها ونسيوها الساعة يعطيكم الصحة على الاستضافة باللي خلطنا الحق تاع ربي كريم ولا حتى الجميع كلكم ما خصنا والو كيما تقولوا انتوما يعطيكم الصحة مرحبا بكم في كل وقت في تونس داركم احنا راهو بلد واحد راهو غير الحدود غير بلاد واحدة خويا فهمت وان شاء الله جاي احسن كيما نقولوا فيها وان شاء الله فما كان خير